أشكر لكم إتاحة الفرصة لإلقاء الضوء على شركة لدن. شركة لدن تركز في المقام الأول على تطوير واستثمار والاستثمار في الأصول العقارية. هي شركة تملك مجموعة شركات ولله الحمد، عملت في السنوات الأخيرة على توسيع مركزها في التطوير العقاري وعملت مع شركات مختلفة. الشركة في الفترة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة ولله الحمد استطاعت أن تبني قاعدة جيدة، استطاعت أن تكون كوادر بشرية متميزة داخل الشركة. اليوم الشركة تستطيع أن تستلم الأرض الخام، تحولها إلى منتجات مختلفة، منتجات سكنية، منتجات مكتبية، منتجات تجارية، وفق التولز والأدوات التي تملكها. تملك مجموعة من الشركات، تملك 11 شركة متخصصة في التشييد والبناء، متخصصة في التشطيبات، متخصصة في اللو كارنت، متخصصة في استيراد والتصدير، متخصصة في الوكالات. الحمد لله اليوم نستطيع أن نبني من خلال شركتنا المصنفة درجة أولى، ومن خلال ونصون ونعمل تشغيل وصيانة من خلال شركتنا المملوكة، بمعنى أن نحن منظومة متكاملة للمنتجات المحددة والمستثمرة خلال الفترة الزمنية. أكثر القطاعات المشاركة في ربحية الشركة، لعل التطوير العقاري والصناعة يعتبران هما العنصر الرئيسي في عملية المشاركة في الربحية. خلال 50 سنة الماضية ولله الحمد، الشركة استطاعت أن تمتلك عقارات مميزة واستثمارات بهدف تحقيق الاستدامة للشركة. الشركة الآن في الوقت الراهن تملك أكثر من 900 مليون أصول طويلة الأجل، من موجودات في الشركة تقريبا حدود 2 مليار. لذا يعني اليوم استثماراتنا تكون داخلية وخارجية باستخدام أموال الشركة ولله الحمد. الشركة مع وزارة الإسكان تعتبر من الشركات اللي استطاعت أن توقع شراكة من فترة، يعني من بداية النمو الجديد في الشركة الوطنية ووزارة الإسكان ومع الأنظمة والتشريعات. احنا لدينا مشروعان مع الوزارة، مشروع في مكة 1035 وحدة سكنية، ومشروع في جدة يعتبر برضه من مشاريع التطوير العقاري المميزة 1700 وحدة سكنية. جميع المشاريع هذه ولله الحمد تسير بالشكل الأمثل. نسبة الإنشاءات في مشروع مكة تجاوزت 95%. نبشر المستفيدين أنه خلال الأسابيع القادمة بإذن الله يكون في تسليم. مما لا شك فيه، الخمس سنوات الماضية وزارة الإسكان ممثلة في الوزير وفي الكوادر عالية الجودة الموجودة في وزارة الإسكان استطاعوا أن يضعون أنظمة وتشريعات مع في برنامج سكني الحالي، أنه تحفز جميع المطورين وتحفز القائمين على التطوير العقاري. لذا اليوم عملنا في التطوير العقاري مبني على ما عمل من تشريعات وإجراءات إيجابية تخدمنا. كل مشاريعنا ولله الحمد استفادت من هذه التشريعات، وخصوصا بيع الخارطة. لدينا مشروع انتهينا منه في الرياض ب 117 مليون تم بيعه، وعندنا مشروع آخر الآن في غرب الرياض بحدود على مساحة 300 ألف متر، برضو بيع الخارطة. عندنا مشروع في مكة، مشروع متميز وكبير على مساحة 2 مليون و800 ألف متر، برضو مستخدم فيه البيع الخارطة ومستخدم فيه أنظمة المسارات للمسار الثالث. وكلها ولله الحمد هذه التشريعات ساعدتنا أن نحن نستفيد والمستفيدين والعملاء يستفيدون من هذه الإجراءات وتسهيلاتها وسرعة الإجراء فيها وسرعة التنفيذ. يمكن ذكرت في البداية أن الشركة عمرها 50 سنة، استفادت في كثير من يعني استفادت في خبرتها في الأزمات السابقة وتنوع الأزمات، أنها تتأقلم مع كل أزمة تكون موجودة. ارتفاع التكاليف ما لا شك فيه له تأثير،
من حسن حظنا احنا في الشركه انه جميع العقود الحاليه هي موقعه ما قبل ازمه كورونا، فبخبرتنا وتحوطنا وتحوط الشركه استطاعت انه من خلال شركاتها التابعه انها تكون محافظه على الاسعار، تشتري مواد الخام. بالنسبه للمشاريع المستقبليه يعني احنا بالنسبه في المقام الاول في الشركه نهدف الى تسعير بما يعيد فائده على الشركه. اليوم المنتجات الجديده ستسعر وفق التكاليف الحاليه، ونحاول قدر المستطاع يعني انه نكون ماخذين الحيطه والحذر بانه الاسعار تكون مواتيه لمتطلبات السوق. بحكم ان الشركه ولا الحمد تملك مجموعه عقارات تؤجر بهدف الاستدامه، احنا عندنا خطه استدامه للشركه داخليه تكون في عقارات تملكها الشركه وتؤجرها بشكل دائم. مما لا شك فيه ازمه كورونا اثرت على تلك الايجارات، لكن ولله الحمد الان نسبه الايجارات ارتفعت بشكل كبير. عندنا اكثر من مجمع نسبه الايجار فيه تتجاوز 80%، عندنا مجمعات سكنيه يعني، وعندنا مجمعات تجاريه مؤجره بنسبه 100%. نرى انه نسبه الايجار ولله الحمد تتحسن وفي ايجابيه. يمكن ذكرت لك في البدايه ان الشركه تعتمد في المقام الاول على مجموعه شركات تملكها، واحده من يعني من المقومات الرئيسيه الصناعه، والصناعه قطاع كبير يعني، والحمد لله وفقنا الله نحن نكون عندنا مصنع من اكبر المصانع في تقنيه البناء، مصنع يعني يحقق رؤيه خادم الحرمين الشريفين. ننفذ الان اكثر من 3000 وحده سكنيه من خلال هذا المصنع كتقنيه بناء، وهو مصنع من معتمد في المانيا ومعتمد في وينفذ في كندا وينفذ في استراليا، وباذن الله توطين للصناعه داخل المملكه وساعد على رفع الكفاءه والتوطين داخل المملكه العربيه السعوديه. المصنع ينتج اكثر من تقريبا 200 الف متر مربع سنويا. هذا المصنع على مساحه 17 الف متر في ويتابع لهيئه مدن الصناعيه في مدينه ستير الصناعيه. لدينا مصنع مجاور له على مساحة 10,000 متر في الهولوكورول للحوائط الداخلية الخفيفة، هذا برضه مساعد لعملية البناء السريع والاستغناء عن البلوك واللياسة، والمصنعين هذه مكملة لبعض في تنفيذ المشاريع السكنية والتجارية، وبإذن الله نرى لها وضع إيجابي داخل السوق. احنا اليوم ننفذ أكثر من 3000 وحدة سكنية بهذه التقنية. لدينا مصنعين أخرى متعلقة بمجاري الهواء ومتعلق بالألمنيوم والمطابخ الداخلية، الهدف الاستكمال جميع المتطلبات التي يحتاجها المشروع في التطوير العقاري. وللعلم أنه هذه المصانع هي مشاركة في السوق، مشاركتها مع الشركة لا تتجاوز 30% ولله الحمد. صحيح، لكن ربما لو رجعنا للاستراتيجية اللي اعتمدتها الشركة، عندما اعتمدت الاستراتيجية في النزول للسوق الموازي والتركيز والتخصصية في التطوير والاستثمار العقاري، ارتأى مجلس الإدارة أنه القطاع المطاعم هو قطاع مختلف في التخصصية ويجب التخارج منه، والحمد لله يعني التخارج نتج عنه ربحية وإيجابية للشركة، حققنا من هدفين: التركيز داخل الشركة وكذلك تحقيق الربحية. مما لا شك فيه شركة لدن هي شركة مساهمة مغلقة من 2010، لديها الحوكمة الكافية أنها تكون موجودة في سوق تاسي من أول نزول، لكن ارتأى المجلس وارتأى المستشارين أنه وجودنا في السوق الموازي في الفترة السنتين القادمة هو فترة بناء خبرة واستفادة من هيئة سوق المال، بما لا شك فيه بإذن الله خلال السنتين القادمة نكون في تاسي بإذن الله.